ايه المشكلة بالظبط؟ مش فاهم يا اخي، قول لنا ايش المشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا وجزاك الله كل خير، ربنا يبارك بعمرك ويزيدك وينفع الله بعلمك. بارك الله فيك. انت منين؟ أنا مش شرقية ولكن مقيم بالسعودية. اهلا بيك، عامل ايه؟ الحمد لله والله، هو حضرتك كما فسرت الحلم، أنا أعاني من سحر ولكن السحر قديم ولم أكتشفه إلا من قبل سنة، وأنا على رقية خاصة على سورة البقرة يوميا تلاوة وعلى مية وأشرب يعني. ولكن انا الاعراض خفت كثيرا، يعني كان اول ما بدات الرقيه كانت الاعراض شديده جدا، وحراره في اسفل قدمي وتنميل في كل جسمي وتنميل في اسناني في راسي، تنميل في ذراعي الاثنين في قدمي، ويعني استخدمت برنامج علاجي كامل يعني، والحمد لله الى حد ما، لكن ما زال في الام في بطني، وان كانت زالت كثيرا يعني، لكن الامساك والالام في بطني خاصة يعني تعافيت منها بنسبة 60 70 80%، ولكن تيجيني كل أسبوع تقريبا يوم أو يومين تعب، لازم آخذ ملين عشان أخش الحمام وأفضي يعني، واخد بالك حضرتك؟ انت كان ايه الحلم بتاعك؟ الحين بتاعنا أمسك العضو الذكري أكرمك الله وأضغط تمام عليه كده. تمام تمام ايوه، انا فهمت. اللي هو خرج دكتين، فقلت لك ده سحر، وان شاء الرحمن يعني معنى انك انت خرجت الدود معناته انك انت شفيت من هذا السحر، صحيح؟ طيب انت قول لي بقى يا سيدي، معاك كوبات ميه؟ معايا قارورة جنبني. طيب حلو قوي. طبعا عايز اقول لك على حاجه، انت في السعوديه صح؟ نعم، بينك وبين الحرم كتير. 1000 كيلو بس أنا كنت موجود قبل أسبوعين هناك. طيب حلو قوي. انا عايزك اول حاجه يعني انك انت يعني ان شاء الرحمن كده في اي قافله من القوافل اللي بتروح تعمل عمره، عايزك انك انت تروح تعمل عمره بعد ما اقرا عليك، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن تطوع خيرا فهو خير له. فانا عايزك انك انت بعد يعني بدل ما تطوف 7 اشواط تطوف لك 21 شوط، تطوف لك 14 شوط، تطوف لك مثلا 28 شوط، تطوف لك مثلا 35 شوط، يعني زود تطوع لله جل وعلا. انا الرحلتين اللي فاتوا، يعني اعمل عمرتي واستمر بالاحرام، لان ما يسمحوا بان تنزل الصحن الا بالاحرام، انزل الصحن من بعد صلاه العصر الى المغرب طواف. تمام. احنا بقى ايه السعي بين الصفا والمروة؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شاكر عليم، شفت؟ مثلا ولله المثل الأعلى. أنت مثلا يعني سبحان الله، على سبيل المثال أنا طلبت منك يعني حاجة مش مفروضة، تمام، بس قلت لك مثلا إيه، اعمل كذا، فأنت عملت كذا وعملت أكتر منه، فالشيء ده بيرضيني فأنا بجازيك عليه، صح؟ ايوه فلله المثل الأعلى، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تطوع هذا الخير، ثم وأنت بتسعى: اللهم إني أسألك أن الشيطان قد مسني بضر وعذاب، اللهم ارفع عني هذا الضر، اللهم أنت الشافي، اللهم أنت أذنت به، وأنت من تأذن بالشفاء، فأسألك أن تشفيني مما أصابني ومما ألم بي يا كريم. وتدعي بقى بما يتيسر على لسانك، وتدعي بما يعني سبحان الله يحضر على فكرك، وبما يجول في خاطرك، وانت عمال بتسعى بين الصفا والمروة. يا عبد الله، عبد الله، عبد الله، وتدعي بما يجول في خاطرك. طيب، اما بالنسبة للموضوع بتاعك والموضوع المشاكل اللي موجودة عندك، فأنت قول لي كده ايه الأعراض اللي موجودة عندك؟ الأعراض الموجودة عندي إمساك ومغص وغازات، طيب وإن كانت كثيرا ما تلاشت يعني، أنا من 19 من سنة 2004 وأنا أعاني، وأنا طيب ماشي، أذهب للدكاترة يقول لك قولون قولون قولون. طيب حلو. معاك كوباية جنبي منك؟ مع القارورة هي طيب حط يعني صب في كوباية أبشر منها، بيها، أيوه أبشر. خضرة. طيب كل شخص برضه بيسمعنا يا شباب يحضر أزازة مية بجنبه، ويحاول إن هو يعني يستمع لينا في المقطع ده. طيب جبت القارورة جنبي منك، حط الكوباية. أنا عايزك إنك أنت تدوق المية ديت، طعمها ما يعدي، صح؟
لا هي اصلا قرأ عليها سورة البقرة، وساعة ما حضرتك قرأت انا جبتها يعني الان ساعة كنت طفل الاخت. تمام، انت ذوقها ايه طعمها معاك الان؟ طعم طعمها الميه عامل شوية ايه؟ يعني متغير شوية، طيب ماشي، متغير شويه. لو عايز طيب تجيب مية من غير مقروء عليها جيب. لا 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 عادي، لان الطعم هيتغير لشيء معين ان شاء الرحمن، هقول لك انا عليه بعد ما اخلص معاك قراءه باذن الله جل وعلا. حط كوبايه الميه قدامك. أنا قررت معايا رؤى المقابر كثيرا كثيرا، قررت معايا وفي تمام رؤية من عدة أيام رأيتها يعني، بس ما أحد فسرها لي يعني. مش رأيت مش كأني نازل من السفر، دي رؤية مهمة شيخنا لو تسمح لي اسمح الأول. مم. كأني نزلت ايوه من السفر، كأني نزلت من السفر ونزلت رحت على المقابر على طول. لما رحت على المقابر على طول لقيت عمي بيشد مع راجل كده واقف، راجل من البلد برضه أعرفه. فأنا قلت لو أحد الواقفين انت هو في ايه، ايه اللي حصل؟ قال لي الراجل ده صدم امك واخوك احمد. قلت له صدق، فانا رحت عليه كده فخبطته خبطتين على صدره، فما انتبه لي ولا اعراني اي اهتمام. فانا رحت على الناس بتردم بالقبر، فقلت اصبر ما اشوف احمد اخويا اشوفه. فرجعت التراب تاني كده، فلقيت امي بكفن واخويا بكفن بجوار منها في القبر في الدور الثاني من القبر. أمك متوفية ولا حاجة؟ أمك متوفية امي ولا حاجة؟ واحده طلع عليها متوفي من 17 سنه، وعمي اللي بالرؤيه متوفي من 8 سنوات. وانا قعدت اصرخ اقول يا اخويا يا حبيبي يا ولدي يا ولدي، وانتهى. طيب طيب، إذا ما تقصش الرواية دي على حد خالص. طيب تمام. طيب يا سيدي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، واعمل كف إيدك كده. اليمين ولا الايسار؟ اي حاجه، يمين او يسار زي ما تحب. عملت كف ايدك. لا تتحك، يعني ما تتجلش على صوابعك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون، وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا، ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون، ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون، ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون، انهم لمحضرون. الآن صبعك الصغير بيفتح لوحده، شايفه؟ اه افتح شوية. ما تتكش عليه، لا خلي إيدك يعني طبيعي. تمام. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون. فتح الصبع الصغير أكثر بأمر الله. شوف صبعك الصغير مفتوح، صحيح؟ ايوه فعلا. طيب إذن قل بسم الله، بسم الله قل بسم الله كمان مرة. بسم الله. حكيت لي إن أنت عندك المشكلة يعني موجودة في المعدة، صحيح؟ اه في المعدة. طيب في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دهيت، هتبص تلاقي إن في نبض في معدتك، صحيح؟ لا طيب على فكرة أنا الأسبوع ده والأسبوع الماضي وأنا نايم بالليل منتصف الليل شعرت إن في شيء هيخرج من دبري، أخش جري على الحمام ما في شيء يعني. طيب طيب قل بسم الله. بسم الله. هتبص تلاقي معدتك الآن منتفخة، انتفخت معدتك الآن. وأصلا كده كده فيها عرض من قبل ما أكلم حضرتك يعني، فيها ايه؟ فيها عرض من قبل ما أكلم حضرتك، في عرض يعني من قبل ما كلام حضرتك كإمساك كده حاجة. قل بسم الله بس. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تحس إن معدتك فيها انتفاخ الآن أو حركة أو صوت؟ لا بس. طيب قل بسم الله كمان مرة. بسم الله. نزل إيدك وغمض عينك وركز معايا 6 دقايق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ما كانوا إيانا يعبدون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 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 ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. تحس ان في ميه نزلت عليك؟ لا، أو حضرتك أول ما قرأت الفاتحة شعرت بالترنيم خفيف في وجهي، وبعد كده انتهى. طيب قول بسم الله، بسم الله. غمض عينك. اللحظه اللي انا بكلمك فيها ديت هتبص لان في هواء بارد بيدخل عليك، صحيح؟ ما قادر أحدد والله. طيب قول بسم الله كمان مره. بسم الله. كمان مرة بسم الله. بسم الله. في هواء بارد دخل على جسمك؟ تقريبا جسمي فيه يعني حاجة خفيفة لا تذكر يعني من الأعراض اللي أنا كنت أشوفها قبل يعني. ما علينا من الأعراض، خليك مغمض عينك لا تفتحها. طيب في الوقت اللي أنا بكلمك فيه ده هتبص تلاقي إن رجلك الشمال تولد عليك، حصل فيها تول. لا عادي طبيعي. ما تقلتش رجلك الشمال؟ ولا نمرت؟ لا ولا نمرت متأكد؟ تأكد طيب بسم الله. حضرتك بكلم حضرتك وما فيش أي حاجة. طيب جميل، خليك مغمض عينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله. حصلت في معدتك رجة؟ لا هو فعلا حسيت ان فيه هواجي على وشي كده خفيف كده وانتهى على طول
انا حسيت ان انا جسمي كده كله يعني. طيب حلو، الماية اللي موجودة عندك خدها كده وقول بسم الله. بسم الله. طعمها مسكر صح؟ يعني تقريبا يعني في تغيير شوية، الأول كانت مرة شوية، فيها زي كده مية بير كده. قول بسم الله، بسم الله. اشرب الماية وقول بسم الله واستطعمها. بسم الله. طعمها مسكر صح؟ يعني تتغير طعم. لا طبعا هي قول بسم مسكر، الله تمام. ايه؟ مش مسكر، بس هو مش مسكر، ولكن طعمها اتغير للأحلى يعني، كان فيها مرارة شوية. قول بسم الله بس كده كمان مرة واشرب كوباية الماء كلها. بسم الله. ايوه يعني شويه. انت كانت بطنك بتوجعك صح؟ كان في طيب غلبة قوم شويه. دلوقتي، ايوه قوم دلوقتي اتحرك، مش هتلاقي اي حاجه في بطنك نهائيا ولا اي حاجه في جسمك، مش شرط لو قدام الكاميرا اتحرك في مكان. ايوه ان شاء الله بنسبة 90% بطني في الشاي. نعم بنسبة 90% بطني ما فيش، على الرغم ان كان فيها شدة قبل القراءة، قبل ما اخش مع حضرتك كان في شدة كده. طيب انت دلوقتي بس حرك، حرك بس نفسك كمان مرة، مش هتلاقي اي حاجة في بطنك ولا في جسمك خالص نهائي. أنت أستاذ موجود ولا أنت اختفيت ولا رحت فين؟ لا موجود يا شيخ، موجود مفيش أي حاجة في جسمك يا أستاذ. كده. شفت ما سمعني كويس؟ اسمع كده حضرتك. أنت مفيش أي حاجة في جسمك خالص، لا من قريب ولا من بعيد. صحيح؟ بص يا أستاذ، أول حاجة الحمد لله رب العالمين إن ربنا سبحانه وتعالى شفاك وعافاك، وأنت يعني تقريبا يعني يعني سبحان الله جسمك نضف من بعد الرؤية اللي انت شفتها، اللي الدوتين اللي خرجوا منك تمام. عشان كده انا كل اللي انا طالبه منك ان صلاة الفجر بس تصليها في اوقاتها، وانك انت تكثر من الاذكار في الصباح والمساء، وما تشغلش بالك بالمواضيع دي خالص نهائيا، انت ما فيك الا العافية. طيب خلاص، خلاص، هو الحمد لله اما اصلا الصلاه الخمسه في المسجد بفضل الله وعلى اوقاتها الحمد لله والاذكار بتحافظ عليها. تمام، والله عز وجل يقول ان الله يدافعنا الذين امنوا، انت عبد مؤمن فربنا سبحانه وتعالى شفاك يعني ما فيش اي حاجه. فانا عايزك بس انك انت في رقية اسمها دياتي لكم في اليوتيوب، عايزك تسمعها، والمقطع ده برضو احتمال ان احنا يعني بنحذفه بنمنتجه بينزل على اليوتيوب، عايزك تبقى تعيد الاستماع ليه مره ثانيه لو حسيت باي حاجه، ولو حسيت باي الم في معدتك تتواصل معايا في اي وقت، لكن ان شاء الرحمن ما راح يجي لك اي الم في معدتك ثاني طب انا نهائيا. من الناس، انا من الناس بفضل الله بشوف رؤى كثيره يا شيخنا، هل ده طبيعي؟ وفي رؤى بتقع يعني، ممكن في نفس اليوم، ممكن بعد ساعات. أنت تعرف إحنا ليه بنتسحر؟ لأننا من نسل إبراهيم. يعني أنت ابن إبراهيم، ولد ابن إبراهيم عليه السلام. أبونا الحقيقي هو إبراهيم عليه السلام. وده جزء من أجزاء النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب نهائيا، فهذه رؤى صالحة، فدايما نقيها بالأعمال الصالحة وكثرة الإذكار والاستغفار. تمام؟ بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. المقطع هتلاقيه موجود على اليوتيوب، تبقى تسمعه مرة تانية عادي لو انت حبيت تسمع روكا، ولو حصل معاك اي شيء تواصل معايا مرة تانية. اوكي؟ ماشي.
بارك الله فيك، تعمل ايه؟ جزاك الله السلام خير، عليكم. مع السلامة.